السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غنديروا واحد الكيك بالريكوتا والحامض كما كتشوفوا. هذا الكيك هذا هو واحد الكيك ايطالي كيديروه في ايطاليا بزاف. المهم بو لا ريسيت غنحتاجوا 4 ديال البيضات، غنحتاجو 200 غرام ديال السنيده، غنحتاجو القشره ديال الحامض محكوكه ديال الحامضه كامله، غنحتاجو العصير ديال هاد الحامضه حتى هو، غنحتاجو 100 غرام ديال الزبده دايبه انا غادي نذوبها من بعد معكم، غنحتاجو 250 غرام ديال ريكوتا، وغنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق. هذا بالنسبه للكيك. بالنسبه لا ديكوراسيون غادي نحتاجو سكر غلاس باش نديكوريو الكيك ديالنا من الفوق. هذا بالنسبه للمقادير. بالنسبه للمول اللي غنستعمل باش نطيب هذا الكيك، غنستعمل هاد المول هذا اللي انا ديجا درت ليه الزبده والدقيق باش ما يلصقش ليا، راكم عارفين. دونك غادي نبداو دابا بطريقه التحضير، خليكم معايا. اول حاجه غندير غنستعمل الميكسر، الميكسر ديالي. غادي ندير البيض هو الاول، غادي نديرو يطرب ليا هو الاول. من بعد ما درنا البيض غادي نديروه يطرب ليا في الميكسور. فاش طرب ليا دابا شويه البيض غنبدا نزيد عليه السكر، وغادي نخليه حتى يبيض ليا هاد الخليط هذا ديال البيض والسكر. فوالا البنات، صافي حنا طربنا السكر مع البيض، شوفوا راه ولا كريمو ولا كيبيض. من بعد غادي نحك الحامضه هذه ديال السيترون، غنحك ليها القشره ديالها وغادي نعصرها باش نعاود نزيدها لهاد الخليط ديالي. هانتوما البنات انا غادي نحكها هنايا هاد الحامضه، كان عليا نحكها قبل ما نقطع هذا جوج، فوالا البنات حنا رجعنا للخليط ديالنا. غادي نصفي الحامض، نحيد منه العظام ولا القشور ولا اي حاجه بقات فيه، ونورمالمون هنا راه ما عندي والو، مي بغا نصفي كمان، نحيدو منه حتى هذيك الجليده الصغيره اللي كتكون هنايا. فوالا غادي نزيد قشرة ديال الحامضة محكوكة. الناس كيما شفتو انا زدت الحامض والقشرة، غنرجع باش يتطحن ليا شوية مازال.
دابا البنات غادي ندوب الزبده ديالي، غندوبها في سميتو، غندوبها في المقيله ولا في واش ما بغيتو. 100 غرام ديال الزبده قلنا غندوبها باش نزيدها على هذا الخليط، نخليه بين ما تخلط مزيان غندوب هاد الزبيده هادي. فوالا البنات دوب الزبده، دابا غنبدا نزيدها الخليط ديالي بشويه بشويه ونخليه يتخلط. دابا البنات ملي تخلطوا لي هادشي غنزيد ريكوتا. ها هي الريكوتا اللي خديت انا، هي هاد ريكوتا قلباني، تقدروا تستعملوا اي ريكوتا نتوما، راه فيها 250 غرام. هادي غندير 250 غرام ديال الريكوتا. انا غادي نبدا نزيدها عندي هنا في الخليط، وعاد نخليه من بعد يتطحن. هاد الريكوتا اللي خديتها البنات راه ما مالحاش، جونغ ما مالحاش، ما زايده فيها حتى شي حاجه. فوالا ملي زدنا الريكوتا ديالنا غنديروها تاني تطرب ليا مزيان 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 مزيان، وعاد غادي نبداو نزيدو الدقيق شويه بشويه وغنكونو سالينا الكيك ديالنا ندخلو الفران. صافي ملي طرب ليا داكشي مزيان وبدا كيختار ليا كنبدا نزيد الدقيق والخميره شويه بشويه. هنا انا خديت 300 غرام ديال الدقيق، جو كرو 300 غرام راها كافيه، ودرت 16 غرام ديال الخميره. 16 غرام راه جابت، انا عندي ديجا الخمارات فيهم شي 11 غرام، دونك درت خماره وشي شويه، نقولوا خماره ونص تقريبا. نتوما عبروها، انا عبرتها درتها هنايا 16 غرام ديال الخميره، عبرتها في الميزان. 16 غرام ديال الخميره هي اللي غادي نستعمل، و 300 غرام ديال الدقيق. دابا غادي نخليو، غادي نخلطوا هاد الدقيق هذا والخميره، وغادي نبداو نزيدو هنايا ونخليوها نشوفوها حتى تجمع لينا شويه. لا تيكستور ديالها كتجي شويه ثقيله على الكيك العادي، مي كتبقى مطلوقه، سي تان كيك كو. هانتوما تشوفوا معايا كيفاش كتجي. انا هنا البنات زدت الدقيق، زدت النص ديالو، زدت شويه، زدت الخميره كامله، غنخليوها حتى تخلط هادي، وعاد نزيدو بشويه بشويه الباقي ديال الدقيق. زدت الباقي ديال الدقيق، غنخليها تتخلط مزيان ونرجع معكم البنات. فوالا البنات ها هي لا تيكستور ديالها كيفاش كتجي، ما كتجيش خاطره بزاف، وكتجي خاطره شويه على الكيك العادي. انا غادي نخويها في المول ديالي وغادي ندخلها الفران على درجة حرارة 160، وغنخليها طيب. غنقول لكم شحال خدات لي ديال الوقت باش توجد، خليكم معايا. فوالا البنات انا خويت الكيك ديالي هنايا في المهول، راه كيف ما شفتوا شويه ثقيل، دونك باش تقادو ويتسرح مزيان حاولوا تحركوه، حاولوا تخبطوه شويه بحال هكا باش ياخذ لا فورم ديال الكيك، وباش من الفوق يتسرح واحد شويه. فوالا كما قلنا غادي ندخلو على الفران دابا توت سويت،
وخليكم معايا باش نوريكم كيفاش جا في الشكل النهائي ديالو. وما تنساوش كيفاش غادي نديروا ليه طريقه الزين بالسكر غراس ان شاء الله. الوغ تو سويت، هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. ها هو خرجناه من الفران، شفتوا كيفاش كيجي كيجي مفرقع، كيجي زوين. انا خليته حتى تحمرات واحد شويه، مهم خدات ليا تقريبا واحد 40 دقيقه ديال الطياب على درجه حراره 160، خليتها على خاطرها حتى طلعت. المهم هنايا كيف ما كتشوفوها الشكل ديالها جا غزال، جات محمره، غنخليها حتى تبرد واحد شي شويه، عاد غادي نحيدها من المول باش نزينها. وهانتوما معايا البنات، هذا الشكل النهائي ديال الكيك ديال البنات. كما كتشوفوا راه كتجي غزاله وكتجي منفوخه وكتجي طالعه، راه كتجي فنه البنات، مع القهوه مع اتاي فريمون غزاله. جباتني فريمون هاد لا روسيت هادي، وحتى راجل حمق عليها. كيف ما كنقول لكم البنات ديما شكرا على الدعم وعلى المتابعه، وحيت شفتوا لا فيديو ديالي حتى الاخر، كنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، ونخليكم في امان الله وحفظه.